بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بكم على قناتكم مصادر الحياة. بالتأكيد أول ما هتشوف هذا العنوان تكلفة تأسيس شركة مساهمة مصرية هتقفل الفيديو وهتخرج منه. والسبب شركة ايه يا عم؟ احنا قد الشركات واحنا قد تأسيس الشركات، مالنا احنا وميل الشركات؟ وكأن تأسيس الشركة أو كلمة شركة تعني ملايين وتعني آلاف بيدفعهم ومئات من الموظفين. في الحقيقة إن السبب أو سببين رئيسيين بيمنع أي مواطن عربي بالذات إنه ينشئ مشروع. السبب الأول إنه ما معهش رأس مال يأسس مشروع، ويرفض رفض تام أو لا، أو بمعنى آخر انه بيصعب عليه انه يدخل راجل اخر شريك او اكتر من شريك. ودي صفة موجودة في الاجانب، هي تكوين شركات من مجموعة من الشباب او من المساهمين البسطاء جدا، كل واحد على قدر ما يملك سواء من مال او خبرة او مجهود او وقت، وبتبدأ الشركات. ولو انت بحثت في تاريخ الشركات العملاقة اللي بتهز الدنيا دلوقتي زي الشركات جوجل مثلا، او شركات علي بابا، او شركة مايكروسوفت العالمية. تخيل ان مايكروسوفت بدأت باتنين وكان مقرها جراج سيارات. فهذه الفكرة منعدمة تماما في الوطن العربي، وبالتالي صعب جدا ان شخص يبدأ مشروع، وان بدأه اما انه يبدأه بانه يستلف فلوس او ياخد قرض من البنك لعدم وجود تعاون بين الاشخاص وبينهم وبين بعض. النقطة التانية حب الزعامة. حب الزعامة او السيطرة او انا ابقى الرئيس او انا ابقى المدير، هي دي مشكلة العرب. بالتأكيد صعب جدا ان احنا نتنازل عن هذا. فتجد لو اتنين او تلاتة اشتركوا بعد مدة بيفترقهم. السبب ايه؟ السبب انه هو عايز يبقى مدير عليا، هو عايز يبقى رئيس عليا، هو عايز يبقى الكبير، هو كده. فهذه المشكلة مشكلة صعبة جدا. وبالرغم من ذلك احنا هنشرح الفيديو، هنشوف تأسيس شركة في مصر مساهمة، وانواع الشركات، وإزاي تبدأ بشركة بسيطة، وإزاي تكبر مع هذه الشركة. أهلا ومرحبا بكم على قناتنا. لو لسه معايا ما قفلتش الفيديو، رجاء اضغط لايك، لا يكلفك شيء، رجاء اضغط لايك حتى تدعم مثل هذه القنوات الهادفة. لو اتكلمنا عن الشركات فهتلاقي الشركات أنواع. منشأة، ممكن واحد يعمل شركة باسمه، والشركة دي عبارة عن شركة فردية بيمتلكها هو، وهو المسؤول عن كل شيء، عن الالتزامات وعن ديون الشركة إذا حصلت، هو اللي بيحصل الأرباح، هو اللي بيحسب الأرباح والمخاسر. فدي شركة شخصية، طبعا دي المنتشرة عندنا في الوطن العربي. النوع الثاني، هذا النوع من الشركات اللي هي الشركات الفردية أو الأفراد، تبقى كويسة، فيها مميزات لو كانت في منطقة صناعية، وهذه المنطقة الصناعية بتعطي مميزات للمستثمرين فيها أو اللي بيقيموا منشآت أو مصانع أو شركات عليها. النوع التاني من الشركات طبعا معروف، هو النوع بين الأشخاص، وقلنا بيكون عدد اتنين تلاتة أو أكثر، ودائما بتكون شركة تضامن بين شريكين أو أكثر، ومسؤولية تضامنية عن الديون وعن الحسابات وعن التجارة وعن المكسب وعن الخسارة، كلهم متضامنين مع بعض. شركة نوع تاني من الشركات وهي شركات التوصية البسيطة، وبيكون فيها الشركاء متضامنون، مسؤوليين مسؤولية شخصية وتضامنية، واسم الشركة بيكون بيشمل أسمائهم كلها. دي شركات. في بالشركات بقى بدون ترخيص، بعيدة عن القانون، وهي اتنين بيشتركوا وبعيد عن القانون وبيقسموا الخسارة والمكسب مع بعضهم. دي الشركات. نوع تاني من الشركات هي شركة مساهمة. الشركة المساهمة
ديت هي مقصودة من اسمها بالسهم. يعني ايه؟ دي شركة كبيرة مجموع المشتركين فيها بيملكهم بقدر ما يملكوا من اسهم. يعني تيجي شركة تطرح سهم وليكن مثلا ب 100 جنيه، كل واحد بيشتري عدد من الاسهم، فاللي بيشترى 1000 سهم بيملك في الشركة دي 1000 سهم، وبيقسم الارباح على الاسهم لكل فرد. دي اشهر الشركات الموجودة. بعد كده بنيجي عن رسوم تأسيس الشركات. طبعا الرسوم بتختلف طبعا، وقد تزيد او تقل، لكن دي رسوم اللي هي رسمية. رسوم بتكون للشركة المساهمة المصرية للمصريين او الاجانب، رسوم تأسيس 250 جنيه، بيتم دفعها مقابل استصدار صورة طبق الاصل من عقد تأسيس شركة او استصدار مستخرج من عقد التعديل، وده طبقا للقرار الوزاري 49 لعام 2021. شركة التوصية بيتم فيها دفع القيد في السجل التجاري بقيمة 56 جنيه. دي بالنسبة للشركات. اما شركات الاسهم، لو شركة كبيرة بالاسهم، الشركة المساهمة فيها بيتم سداد نصف الالف من قيمة رأس المال المصدر، وبيكون الحد الاقصى 10,000 جنيه. رخصة رسوم استخراج شهادة مزاولة، بيتم دفع اشتراك سنوي 2% من قيمة رأس المال المدفوع بحد أدنى 24 جنيه، وحد أقصى 2000 جنيه، كما يتم دفع 200 جنيه مصري مقابل شهادة المزاولة. دي الرسوم لتأسيس الشركة، دي رسوم لتأسيس الشركات عامة. وده طبعا قلنا هذه الأرقام بتتغير من وقت لآخر ومن مكان لآخر. طبعا دي اللي احنا بالأرقام دي هي الأرقام الرسمية فقط. في النهاية بتمنى ان اكون وصلت لك فكرة ولو بسيطة عن تأسيس الشركات وتكلفة الشركات في مصر. بتمنى للجميع التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.